السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ومرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حرشة بالدقيق الكامل او بدقيق القمح بدون خميرة. كتجي رائعة هائلة، كتجي مقرملة من برا ومن الداخل جد رطبة. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، صالحة بزاف الفطور ديال الصباح، الكوتي الاطفال ديالنا. اكثر حاجه زوينه انها صحيه وماشي غير صحيه، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الاخبار. فباش ما نطولوش بزاف، تفضلوا نشوفوا المقادير وطريقه ديال التحضير. غادي نحتاجو الخمسة ديال الكيسان ديال العنبه ديال دقيق القمح بالنخاله ديالو، ما يعادل 500 غرام. غادي نضيفوا على هاد 500 غرام ديال القمح او الدقيق الكامل القليل من الملح، تقريبا واحد الملعقه صغيره او على حسب الذوق ديالكم. غادي نخلطو مزيان وغادي نضيفو واحد 150 مليلتر ديال زيت الزيتون. الا كانت بكر راه كتجي زوينه، يعني ما كتشمش، ولا كانت قديمه راه غادي تشم لكم. يعني الا بغيتو تخلطو بين زيت روميه وبلديه، هذاك الشيء كيبقى مساله اختياريه. انا درت هنا زيت جديده، ما يعادل كاس ديال العنبه مملوء حتى الفم، زائد واحد جوج ديال المعالق كبار. غادي نبسبسو به هكذا الدقيق ديالنا حتى غادي يدخل مزيان، ثم غادي نضيفو الماء ديالنا، ماء بارد عادي جدا. غادي نحتاجو 3 ديال الكيسان ديال العنبه عامرين حتى الفم ديال الماء، ما يعادل بالضبط 540 غرام ديال الماء. يعني كل كاس كيهز لنا 180 غرام، يعني الا عمرنا حتى الفم حتى قرب يتهرق راه كيهز لنا 180 غرام. هادو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الكاس ديال العنبه. صافي، كنبداو نخلطوا داك الدقيق ديالنا بداك 3 ديال الكؤوس ديال الماء مملوئين بحال اللي قلنا، حتى كتجمع لينا. حنا ما كندلكوش العجينه، غير كنجمعوها وكنتاكدوا ان ما بقاش نهائيا. وبالنسبه للحرشه ديال القمح فهي كتجي عكس تماما الحرشه اللي كنديروها بالسميد الرقيق. الحرشه ديال السميد الرقيق خصها تكون جاريه بزاف يعني باش كتجي زوينه، هذه العكس ديالها. الا كانت جاريه بزاف اكثر من اللزوم لدرجه اننا ما كنقدروش نقرصوها، فغادي تجينا مدقصه، ما غاديش تجي رطبه من الداخل ومقرمله من برا، غادي تجينا مدقصه. خصكم تعرفوا ان الدقيق الكامل كيختلف على السميد الرقيق وما جاوره، يعني ضروري خصكم تتبعوا هاد الطريقه هذه كيف ما هي، ما تجريوش اكثر من اللزوم، عاوتاني ما تقصحوش اكثر من اللزوم. اذا البنات غادي نقرصوها على واحد الرمايه مرشوشه بالدقيق، ولا شي طبسيل مرشوش بالدقيق. ممكن اننا نرميوها نيشان على المقله وهي سخونه، ولكن افضل انكم ديروا بحال هكا باش تجيكم الحرشه ديالكم متوله وتجيكم زوينه وتحكموا في الدوره ديالها، يعني ما تطلقوهاش غير هكاك عشوائيا، خصوصا الناس اللي مبتدئين. صافي، غادي نمشي المقله ديالي كتكون سخنات، غادي ندير لها شويه ديال الزيت نباتيه باش غادي تجيني الحرشه ديالي مقرمله من برا. وغادي نطرح ديك الحرشه ديالي بحال هكا. ها البنات، انا سخنت المقله ملي كنت كنخلط الحرشه، ديك الساعه سخنت المقله يعني قبل ما نبدا كنخلط. صافي، غادي نقرصها مزيان بحال هكا. غادي نقادو الجوانب بالسكين ولا بواحد الملعقه، وغادي ندير عليها واحد جوج تقيبات هكذا من الفوق بواحد الفرشيط في الوسط، وغادي نخليها تطيب مع التحريك المستمر لان خصها تجيني محمره من جميع الجوانب. انا البنات هاد الطاجين هذا ديالي فيه 32 سنتيمتر، يعني طاجين كبير، بحال كتجيني الحرشه مقاده، كتجي ما غليضاش بزاف وما رقيقاش عاوتاني بزاف، يعني كتجي في القياس. نتوما الا كان الطاجين ديالكم صغر من هكا فاما كتنقصوا المقادير، اما كتحيدوا واحد شويه ديال العجينه وكطيبوها في واحد المقيله صغيره باش كتجيكم الحرشه زوينه، ما كتجيكمش غليظه، لان المقله الا كانت صغيره غتجيكم الحرشه غليظه. المهم منين كنديروها طيب ضروري ما كنبداو نحركوها باش نتاكدوا بعدا انها ما لاصقه مع حتى حاجه، وفي نفس الوقت كطيب لنا من جميع الجوانب، يعني كتجينا محمره وكيجينا لون واحد. غير كنشوفوا ان الحرشه شدات راسها وما بقاتش كاع عجينه من الفوق، كنقلبوها على واحد الرمايه ولا على واحد الفرصيل. انا هنا كنقلبها بالتجين كيف ما كتلاحظوا البنات، مقطعه واحد اللعيبه ديال التجين وكنهز بها. هذه صراحه استوس ديال حماتي الله يخليها ليا، هي اللي قالت لي على هذه القضيه، وفعلا لقيت ان عندها الحق.
اي حاجه كنت كنهز بها المقله ديالي كانت كتحرق، اما القفازات او يعني المنادل ديال الكوزينه، ولكن تجي ما كتحرقش. وكنقيس ديك المقله بكل راحه، صافي كنبدا كنحرك البنات ديك الحريشه ديالي بهذه الطريقه هذه، وانا مقابلاها حتى كتحمر نم جميع الجوانب كلهم، يعني الا بقيتو تسمحتوا فيها كيجي فيها ما كتجيش زوينه من الاسفل. صافي انا هنايا حسيت انها طابت، غادي نقبط عاوتاني وغادي نقلبها غير على يدي باش نشوف واش طابت ولا باقي بلا ما نحتاج الرمايه. صافي صافي البنات، هذا هو الشكل النهائي ديالها، رائعه وكتشهي وسخونه، ما كيبقى لي الا نحطها على طبق التقديم. بالنسبه لولادي اغلبيه ديال الوقت كيبغيوها مرفوسه بالزيت او بالزبده البلديه. شكرا بزاف على حسن المتابعه، الى الفيديو القادم ان شاء الله.